أولا نبدأ بحقيقة الأمر. حقيقة الأمر كل ما يجري من رافضين للوجود الأمريكي مقاومين بضربات هي ضربات دفاعية، رد فعل دفاعي. من يروج فكرة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل مقصود أو غير مقصود، عليه أولا أنه يراجع نفسه فيما يقول. الآن يطرح مخاوف أنه أمريكا إن خرجت راح يجينا داعش جديد أو ذات داعش، وأنه الأمن راح ينهار. خلي اللي يطرح هذا الأمر يذكر فشيء واحد. أولا هو يا داعش منه جابها؟ داعش منتج منه؟ كلام ترامب وهيلاري كلينتون داعش هي أمريكية، ومن هزم داعش هو القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها. جيد، وهي اليوم ماسكة لزمام الأمن بشكل كامل. هذا أولا. ثانيا المخاوف من أنه كما تقول أمريكا، هي أمريكا هي تروج، أمريكا الآن تريد منا أن نكون عبيدا نسكت على القتل ونسكت على انتهاك السيادة. وإذا اعترضتم، إذا رفضتم القتل ورفضتم انتهاك السيادة، عليكم أن تتحملوا تلويحات أمريكا بأنها ستأخذ خيراتكم، خيرات العراقيين، وتمنعها عنكم، وإلا تخرج هالأصوات.